مسرحيات وكاتبه مسلسلات كثير بالتلفزيون عندنا بلبنان. انجبرت انا حتى كانت عم بتقلي عندها مشكله ما عم بيجيها الوحي لتكتب مسرحياتها، كانت قطعت فتره ما عندها الوحي المناسب والطاقه الايجابيه اللي عم بدها تحس فيها مثل ما كان عندها اياها. انجبرت حتى بموقع وعملنا دراسه ببيتها مثلا، حطيتها بموقع وين في رقم 1 و4. حياكم ورجعناكم مع اخر فقره معنا لليوم، واليوم حنتحدث ونكمل حديثنا عن الفانك شوي وهذا العلم بالتحديد مع الاختصاصيه في جيسيكا خديدة. يا اهلا وسهلا فيك جيسيكا. طبعا انا سعيده انك مره ثانيه معانا، لانه ما لحقنا يمكن هذيك المره نتكلم عن البوصله المختصه يمكن في هذا العلم، علم الفانك شوي. ايش العلاقه يعني اللي انت يمكن تستفيدي منها او غيرك حتى كمان يستفيد منها من اللي بيحبوا هذا العلم من خلال البوصله؟ هلا البوصلة هي أساس الدراسة. أول شيء بالفانكشن ندرس الموقع، المنزل أو المكان. صحيح. وبعدين بالشق الثاني بندرس دراسة الشخص اللي هو رح يسكن بهذه الشقة. صحيح. أو رح يشتغل بهذه الشقة. البوصلة هي أساسية، مثلا إذا مثل ما عم بتشوفي في كذا اتجاهات بهذه البوصلة، في عنا 8 اتجاهات أساسية، عنا الاتجاه الجنوبي، الشمالي، الغربي، الشرقي، الاتجاهات اللي نحن بنعرفها عادة. صحيح. بس كل اتجاه مقسم على أقسام معينة، كل قسم بيحمل نوعية طاقة، فيها تكون نوعية طاقة إيجابية، نوعية طاقة سلبية. هالاتجاهات بتساعدني حدد الموقع المناسب لكل منزل. هلا إذا أنا مثلا أنا رحت على منزل، كيف بملش عادة بالدراسة؟ أول شيء بعملها بحمل البوصلة قدامي، بيكون وراي المنزل. هلا إذا كان منزل منفرد، إذا كان حالة فيلا أو بيت طابقين، بالحالة بوقف قدام المدخل الرئيسي للبيت. على أساس أنا بقسم بوصلة تبعيتي، باخذ اتجاه معين، بيطلع لي اتجاه، من خلال هالاتجاه بقسم أرقام معينين. هالأرقام بنشوفها على خريطة البيت، مثلا عندنا اتجاهات، عندنا اتجاه جنوبي غربي، عندنا اتجاه جنوبي، عندنا هال9 أقسام اللي عم بتشوفيهم حاليا. صحيح. كل قسم بيحمل مثل ما قلت طاقة سلبية، مثلا هيدي مثل بسيط عن شقة انعمل عليها الدراسة، عندنا 4 اتجاهات سلبية اللي محطوطين باللون الأزرق حاليا، والألوان باللون الأبيض هن طاقات إيجابية. صحيح. هلا كل موقع بالمنزل في يحمل مثل ما قلت، تنقول اليان يان هو موجود حسب اتجاه المنزل، تنقول اتجاه هذا المنزل جنوبي غربي. اليان يان يعني؟ يان يان معناتها هي طاقة إيجابية بتساعد كثير الأشخاص لتتطور علاقاتهم الاجتماعية والشخصية. حلو. وحتى علاقاتهم بالشغل. فعادة إذا شخص بيشتغل بالمنزل أو بده يحط أوضة قعدة صالون، ننصح الشخص يصمم الصالون بالموقع الجنوبي الشرقي للمنزل، اللي هو اليان يان، اللي هو اليان يان، لأن هي الطاقة هي بتساعده ليتقدم بحياته. عندنا طاقة ثانية هي للصحة، تياني، أو بنسميها بالإنجليزي هيفلي دكتور، هي طاقة اختصاصيا هي للصحة، بتساعد الشخص تتجدد الخلايا، حس حاله هو الاحساس بالشخص، بحس حاله مرتاح وعلى طول نشيط بيوعى. فعاده بحسب المنزل هون طلع بالنورث ايست يعني بالشمال غربي، عاده بننصح الشخص يصمم غرفة النوم، كل غرف النوم يكون اتجاههم بتيانين. هلا في حال تصمم البيت، في مرات انا كثير بجي على البيوت مصممه خالصه، يمكن يكون صمم المطبخ. صحيح. ساكن بهالمنزل، بهالحاله في عندنا دراسات بنعملها على الارض، هي عباره عن هالارقام اللي عم نشوفها هلا على الخريطه، نفس المنزل. هالارقام انا كيف بطلعها؟ اول شيء باخذ اتجاه المنزل، بعمل بشوف دراسه الموقع، البيئه والاشخاص اللي قاعدين بالشقه، وبعدين في عندي ارقام بحصل عليها من خلال اول شيء بسال الشخص اي سنه انتقل لهالشقه. في عنا بالفانك شوي فورمولاز، هن كلهم عبارة عن بنعمل دراسات، هي كلها إذا بدي كلها أرقام عادة، بس كل رقم بيحمل معنى طاقة، وكيف تأثيرات هالطاقة على الشخص صحيا. حتى إذا كانت حالة عائلة، في عنا تلميذ، تنقول تلميذ بعدهم عم بدرسوا بالمدرسة أو بالجامعة وعندهم مشاكل بالدراسة، بالفانك شوي هالأرقام 1 و4 لهم تأثيرات كتير مهمة. يعني إذا أنا بدي شخص بدي يتقدم بال
بالجامعة وبده يدرس يكون عنده علامات كتير ممتازة، يكون تلميذ ممتاز، بده حطه بالموقع من المنزل أو على قليل يخليه يدرس ببضع ساعات ساعتين ثلاثة بالنهار بالموقع وين في رقم 1 و4، لأنه هو بالبداية بلش طب صيني الفنك شوي، كل رقم كان بيحمل وظائف لوظائف جسمك. مثلا رقم 1 هو وظيفته هو عندك الكلاوي، هو عبارة عن الكلاوي بجسمك. بس رقم 1 و4 وقت بيكونوا سوا، لأنه الأربعة المعنى تبع رقم 4 بالفنك شوي هو كل شيء ذكاء، كل شيء بيدخل بالذكاء بالشخصية. حتى كان عندي حالة بيت كاتبة مسرحيات وكاتبة مسلسلات كتير بالتلفزيون عنا بلبنان، انجبرت أنا حتى كانت عم بتقلي عندها مشكلة ما عم بيجي الوحي لتكتب مسرحياتها، كانت قطعت فترة ما عندها الوحي المناسب والطاقة الإيجابية اللي عم بدها تحس فيها مثل ما كان عندها إياها. انجبرت حتى بموقع وعملنا دراسة ببيتها، مثلا حطيتها بموقع وين في رقم 1 و4 بس فعلا وتحسنت. أنا وافقك الرأي، لأنه فعلا في بيوت بناخذ منها إيجابية غير معقولة. أنا يمكن عن تجربة بتكلم، بس مثلا نفترض أنه هذا هو البيت، يعني عندك هذه الخريطة، هذا هو المدخل. هنا مثلا نفترض أنه من هنا حتخشي على الصالون، هنا صالون وهنا صالون، نفترض في عندك دخلة ثانية حيكون من هنا غرفة النوم. مزبوط. بس بطلت انام من هذه الناحية وصرت في دي الناحية، من جد اختلفت حياتي، صرت عندي طاقة أكثر. فأنا مع هذا العلم بشكل يعني كثير حبيته، لأنه فعلا عنالي أو حسيت بالفرق فيه. فأنت مثلا لو أي وحدة مثلا مدخل بيتها نعتبر من هنا، تنصحيهم دائما تكون غرف النوم من هذا الاتجاه؟ هو لا، بيرجع لكل اتجاه المنزل حسب شو بيطلع معي بالبوصلة، بيطلع لي بقسم على هالأساس. يمكن تكون شقة صغيرة ما بيهمني الكبر، يمكن تكون شقة في غرفة واحدة ومطبخ وحمام واحد، يمكن تكون شقة كتير كبيرة، يعني هنا لازم استعانتي. اي اكيد بدنا ناخذ اتجاه من قسم، لانه هي في دراسه الشخص اللي عايش بالها. صحيح. يمكن انت يناسبك غرفه النوم تكوني مرتاحه، بس شخص ثاني اللي يطلع بالدراسه ما لازم ينام مثلا بموقع نفس الموقع اللي انت بترتاحي له. هون بيرجع لنا ندرس لكل واحد دراسه المكان والشخص والبيئه المنزل. صحيح. مثلا بيئه المنزل نطلع من برا، اذا مثلا شكل الطريق كيف جايه بتاثر على اتجاهات معينه بالفنك شوي. اذا عندك شيء مش منيح من البيئه، مثلا عندك توتر عالي، عنا هون رسمة أنا رسمتها تنقول توتر عالي جاي من الكهرباء، ما أنا من البوصلة بتبين معي عندي إبرة بقلب البوصلة، في إبرة إذا بتهز معي كتير الإبرة معناتها في طاقة مغناطيسية كتير قوية بقلب المنزل، فهيدي على المدى الطويل رح تسبب مشاكل صحية للأشخاص قاعدين بالمنزل. حتى مثلا نفترض لو في مكان عمل مثلا زي هنا، خلينا نقول الاستوديو، هل باعتقادك برضو بيأثر على الشخص؟ أكيد. إذا بيقعد فيه فترات طويلة؟ صح. لا أنا نفس الشيء طبقنا هالحالة حتى بمكاتب، حتى بالبنك، فالبنك جبت غير كل الموارد البشرية، مثلا بقسم الموارد البشرية هيومن ريسورس نقلتهم على موقع معين، رقم أرقام معينة خاصة فيهم. كتير حلو. مثلا الفاينانس ديبارتمنت اللي بيختصوا كتير بالأموال، وخصوصا البنك الرئيسي هو شو شغلته، الوظيفة الرئيسية هي المصاري، فحطيتهم بموقع وين في رقم 8. تنقول رقم 8 هو بالفنك شوي بيجيب المصاري. أنا بشكرك كل الشكر لوجودك معنا اليوم جيسيكا خديدة، لكل المعلومات اللي أعطيتينا هي، وإن شاء الله نشوفك بأفكار جديدة ومواضيع ودراسات كمان جديدة. كل الشكر لك. شكرا. وكل الشكر لكل من تابعنا لليوم. إن شاء الله تكون حلقتنا نالت إعجابكم. تحية طيبة مني أنا غادة مصلي، وأقول لكم ألقاكم على خير. لأي استفسار، سؤال أو اقتراح راسلونا على العنوان التالي: تلفزيون الآن، صندوق بريد 500765، مدينة دبي للإعلام، دبي الإمارات، أو عبر إيميل البرنامج.